صيحت علي وطيفها لا دعوة ومجرد راي هذه من ما يبعدي لنا صيحنا بيك آمنا يا حسيني بضيماي يغيرنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معالم الطف ومن معالم كربلاء شخص باسم العباس ابن علي ابن أبي طالب. هذا الرجل الذي لم يتردد أي مؤرخ وأي باحث في شؤون يوم عاشوراء أو في قضية الطف بأجمعها إلا وكان للعباس سلام الله عليه حضور شاخص وحضور فاعل في كل ذلك. يمكن لنا أن نستظهر البعد الذي كان عليه العباس سلام الله عليه أبو الفضل من خلال نص، طبعا توجد نصوص عديدة بحق العباس بن عبد المطلب من قبل الأئمة سلام الله عليهم، ولكن نص واحد يكفينا في معرفة الموقع الذي فيه أبو فاضل سلام الله عليه. النص وارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله عليه السلام وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. عجيب، تلخيص كامل لسيرة هذا الرجل المعطاء. نعم، نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع الحسين، أبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. ابتدأ نافذ البصيرة وانتهى شهيدا، وهذه هي المسافة في حياة الإنسان ما بين بدايته ونهايته. النهاية تتبع البداية، كيف يكون الإنسان تكون نهايته؟ فإن كان مؤمنا صادقا صلبا كانت نهايته قبوله حسنا من قبل الله سبحانه وتعالى. نافذ البصيرة، البصيرة هي عبارة عن الوعي والفهم الكامل للأشياء. الإنسان حينما يكون على بصيرة يكون واعيا لما حوله ومدركا للأحداث التي يعيشها. القرآن الكريم عنده تعبير آخر عن نفاذ البصيرة. أول مرة عبر عن الأناس الذين لا بصيرة لهم، ثم بعد ذلك وضح ما هو المراد من البصيرة. قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. عبر عن من لا بصيرة له بأنه يمشي مكبا على وجهه، يعني شلون الإنسان اللي يمشي وما ينظر أمامه مكبا على وجهه. أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الإنسان اللي يمشي على خط مستقيم واضح سوي لا مشكلة في مشيه، هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. كان أبو الفضل العباس سلام الله عليه نافذ البصيرة كما قال الإمام الصادق، واعيا ومدركا تماما لما عليه الأحداث التي من حوله. لم يتردد، لم يحصل له غبش، كان دائما مستجيبا لما يتطلبه الموقف. يعني لو اطلعنا على الأحداث التي قام بها أبو الفضل في يوم العاشر لرأينا كيف أن هذا الرجل كان نافذ البصيرة. لا أستطيع أن أحصي في هذه العجالة والدقائق في هذه الحلقة لأفعال أبي الفضل
سلام الله عليه التي دلت على مدى اعتماد الإمام الحسين سلام الله عليه على بصيرة أبي الفضل العباس. البصيرة ليست لصاحبها فقط، وإنما الآخرون أيضا يستطيعون أن يستفيدوا من هذه البصيرة. وكان على رأس الذين وظفوا بصيرة أبي الفضل الإمام الحسين سلام الله عليه، فكان يضعه دائما في المواقف التي تحتاج إلى بصيرة، والبصيرة التي معها شجاعة وإيمان واندكاك وطاعة، كان يضعه سلام الله عليه في هذه المواضع لكي يعالجها. مثلا حينما زحف القوم على مخيم الإمام الحسين سلام الله عليه عشية 9 من المحرم، ماذا قال الإمام؟ من ندب الإمام الحسين سلام الله عليه لمعالجة هذا الموقف؟ قال له: اركب بنفسي أنت. الإمام المعصوم يقول للعباس سلام الله عليه: بنفسي أنت، يتفداه بنفسه سلام الله عليه: بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم وتسألهم عما جاءهم. فاستقبلهم العباس في 20 فارسا فيهم حبيب وزهير، وسألهم عن ذلك، فقالوا: إن الأمير يأمر إما النزول على حكمه أو المنازلة. فأخبر الحسين فأرجعه ليرجئهم إلى غد. موقف هذا. الموقف الثاني أنه لما منع الحسين عليه السلام وأصحابه من الماء، وذلك قبل أن يجمع الحرب، واشتدت الحرب قبل أن تشتد، فدعاه الإمام الحسين وبعثه في 30 فارسا وعشرين راجلا ليلا، فجاءوا حتى دنوا من الماء، واستقدم أمامهم باللواء نافع، فمنعهم عمرو بن الحجاج. وعلى كل حال جرت الأمور ما بينهم وما بين العباس ومن معه. كانت هذه المهمة الصعبة قد أناط بها الإمام سلام الله عليه إلى العباس. الراية والتي تنم عن موقع القيادة، أو اليوم شو تعبر عن الأركان العامة للقوات المسلحة، أو القيادة العامة للقوات المسلحة، أو ما شاكل ذلك، أعطاها الإمام الحسين سلام الله عليه للعباس. وحينما خطب الإمام الحسين خطبته على راحلته ونادى في أولها بأعلى صوته: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوني، سمع النساء كلامه. طبعا نساء ويسمعن الإمام الحسين يحاول أن يوعظ القوم، وواضح من كلامه ومن موقف القوم أن هناك معركة ومآسي سوف تجري. بكين النساء وارتفعت أصواتهن، فأرسل إليهن الإمام سلام الله عليه أخاه العباس وولده عليا، وقال لهما: اسكتانهن فلعمري ليكثرن بكاؤهن. فمضيا وقاما بالدور الذي أوكل لهما. على كل حال مواقف كثيرة، تقديم لإخوته الثلاثة قبل أن يستشهد، وهو يقول لهم: يا بني أمي تقدموا للقتال بنفسي أنتم، فحاموا عن سيدكم حتى تستشهدوا دونه، وقد نصحتم لله ولرسوله. رائع. يعني هو وأخوته أخوة الإمام الحسين سلام الله عليه، لم يقل لهم: يا أخوتي تعالوا ندافع عن أخينا، تعالوا نموت دون أخينا. لا، قال لهم: حاموا عن سيدكم. لم يعطيه صفة الأخوة والرحمية، إنما أعطاه صفة الموقع القيادي لهم: حتى تستشهدوا دونه، وقد نصحتم لله ولرسوله. يعطيهم هذا البعد، أنكم أنتم ينبغي لكم أن تكون تضحيتكم لله ولرسوله. وهذا هو نفاذ البصيرة، هذا واحد من أهم مصاديق نفاذ البصيرة، أنه لم يقل لإخوته: تعالوا ندافع عن أخينا، وإنما قال لهم: أولا هو سيدكم قائدكم وإمامكم المعصوم، ثم أنتم ينبغي عليكم أن يكون قتالكم لله ولرسوله، وليس لأجل نسب أو أخ أو ما شاكل ذلك. نافذ البصيرة أبو الفضل. هذا هو الموقع
الذي كان عليه أبو الفضل سلام الله عليه في كربلاء، أنه تولى الأمور من موقع أنه نافذ البصيرة، أنه قوي الإيمان، حتى مضى إلى ربه شهيدا وفيا معلما من معالم كربلاء. اليوم هذه الألوف التي نراها، بل الملايين، مئات الملايين التي نراها تحيي هذه الثورة المباركة في مثل هذه الأيام، وأبو الفضل لا يفارق مخيلة هؤلاء الذين يحيون هذه الثورة. لماذا؟ لأن بصيرته قد أثرت في من سمع عنه وفي من اطلع على مواقفه. فسلام الله عليه في يوم استشهاده وفي يوم خلود مواقفه، والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والحمد لله رب العالمين. صيحت علي وطيفها عي، لا دعوة ومجرد راي، هذي من ما يبعدينا. صيحنا بيك آمنا، يا حسيني بضيماي يغيرنا. صيحنا بيك آمنا.